يلا يا روحي خدي من ايدي. حالا باكل يا حبيبتي باكل، كلي انت بقى عشان خاطري. طب اخر واحده. احبوش يعني ما بتاكلش يا حد؟ ده الاكل تحفه. تسلم ايديك والله يا نهار. حاجه جد. صلي على النبي يا نهار. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم. بالهنا والشفا يا حاج. ايه الرزية على بعد دي عليا؟ حد ياكل الرز ويلحوس نفسه كده؟ اخس. كلي بقى يا حبيبتي انت عشان تتغذي، كلي لحد ما تشبعي. يا سلام، انا شبعت من دلعك كفاية وحنانك عليا وطيبة قلبك اللي مفيش زيها دي. يا لهوي. الملوخية يا زينة. الحاج بيموت في الملوخية بتاعتي وانا عاملاها لك بايديا الاتنين. لازم الملوخية دي انا هاكل منها نهار. مش لما يفضل منها يا حاج. هي ملوخيات اصلها ايه حكاية. اهلا حبيبي. حبيبتي. حبيبتي يا مزة. مستنيينكم عشان ناكل مع بعض. يلا نسمي كده وناكل لقمة كده بإذن الله. الملوخية يا زينب. عادي يا ستي. الملوخية. حلوة بقى. إيدك معايا يا سميحة. يا حبيبتي هات. كده ولا كده ينشن عين واحنا مش ناقصين. دول نسوانك دول تتدبك عليهم رصاصة. لا 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 لا، دول بيناموا من المغرب. كده صح. أدعوتك. يلا حبيبي. يلا بينا. فين؟ مش هقطع طبق الفاكهة الأول؟ سيبك من الفاكهة. الله، عشان تتغذى. الغذاء مش محتاجين بعون الله. طب ما توريني القهوة وتمسكني. نعم. يلا إنتي. امسك. لا مش هتعرف. أنت فاكرني هبلة ونبي ما هتعرف. يتشاف بقى الحاج فواز. استغفر الله العظيم، يطلع منه التصرفات دي؟ سامعين يا أمه؟ سامعين. لا، السمع غير الشوف يا ستي. بقى الحاج فواز يتصرف تصرفات لا تليق بسنه ولا في مركزه ولا في مقامه. لا، الراجل هيضيع منكو. انتوا لازم تتصرفوا. انا بقول لكم اهو يا اختي. انت قلتي حاجه لسه؟ ما تقولي فيها ايه عشان نعرف نتصرف. قولي لنا يا اختي، شفتي ايه؟ الهانم الجديدة هتطير برج من عقل الحاج. شفته هو بيسحب زي العيال وداخل من اوضته للمطبخ، وشافها بقى وهات يا زغزغة ويا ضحك راح يا ستي لافعها على ايده وشايلها كده اهو، ولافف فيها المطبخ كله. وصوت ضحكتها بسم الله ما شاء الله رن في الفيلا كلها. ما شاء الله تبارك الله، ده انت اللي هتترني علقه وهنط في كرشك لو ما تلمتيش. اخص عليك يا حاج، اخص عليك. تاني تاني. ايه تاني دي يا اختي؟
هو انت كنت تلفحتي اولاني عشان تتلفحي تاني؟ انت كان لفحك قبل كده؟ لا يا اختي والله ما اتلفحت. قولي لي بقى المره دي هنسكت يا انهار. البت دي مش سهله، دي تربيه حواري ياما، دي فاهمه هي بتعمل كويس ايه. لا وحلوه ونخشه وصغيره كده وموظوظه والرجاله بتتقلب عيال. لا بتريل يا اختي على النوع ده، بيريلوا على النوع ده، ولو اي واحده فينا فكرت تقف قصادها هتنسفها كده هتدمرنا. امال انت عايزانا نعمل ايه؟ نقف نسقف لهم ولا نقعد نزغرط ونصفر ونحيي ونشجع ولا نشد في شعرنا ونصوت؟ يا بنت اسكتي شويه خليني اعرف افكر. الله مالك يا بنت بتقولي كلام غريب قوي يا انهار. ما تقطعي حبل افكاري. خلاص يا اختي خلاص خلاص يا اختي خلاص، استهدوا بالله كده وصلوا على النبي وخلونا في حالنا، وان شاء الله ان شاء الله هيزهق منها زي غيرها ونخلص. يا شيخه ونخلص. ربنا يكملك بعقلك يا ست هدى. يا اختي وفين الخلاص اللي انت بتقولي عليه ده؟ لما هو هيزهق ويجيب لنا واحده غيرها يبقى يرجع ابوكي لاخوكي واحنا نقعد نهري وننقد في روحنا لحد ما واحده فينا هتتشل ان شاء الله. وانا هطلع والعمل؟ هي فكره بقى لها فتره عماله تور في دماغي وانا اوانها دلوقتي، وحاجه من الاتنين، يا هنرتاح كلنا ونحط رجل على رجل بكرامتنا، يا اما هنطلق ونترمي في الشارع رمية الكلمة بس بكرامتنا برضو. فكرة ايه دي يا نورة؟ سفلة سفلة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. يا اختي هو واخد واحدة في شقة مفروشة دي مراته. يلا ماتت ولا لسه؟ خلينا نخلص من واحدة. طيب 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 يا اللي بتخبط. طيب طيب ومين ده بقى اللي جاي يبوظ عليا الليلة بقى؟ مساء الفل على عيوني العسل. دسوقي صباح الجمال والشقاوة. وشعبان هو في ايه؟ انت مش قلت ان المدام مش موجودة يا عسل؟ ايوه بس ليه؟ يبقى تخش يا زبان. هي ازيك يا اسمك ايه؟ عندك كوباية تقل كبيرة؟ يلا يا حبيبي. يا امي شحاتة يعني مات. الله يخرب بيتك يا سليم يا اشقر. جيبها كده وتخش عليها كده. فهمت يا تسوقي؟ يعني قصدك اجيبها كده واخش كده. يا لهوي يا لهوي يا شحاتة، وكمان جايب راجل في البيت. يا عم اوعى كده، مين ولا الخرفرة دي؟ ما تفهمنيش غلط يا سعاد، البنت جوه في اوضة النوم. المدام